هاي جايز، مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد وان شاء الله راح تحبوه. اليوم ان شاء الله راح نحكي عن ابرز المشاكل اللي بتواجهنا بالصيف وشو حلولها. طبعا احنا مع جو الصيف هلا الحين، فلازم نراعي كذا شغله. بس قبل ما نبدأ، إذا أول مرة عم تشوفوني، لا تنسوا تشتركوا معنا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، ولا تنسوا اللايك إذا عجبكم الفيديو، وتكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بالفيديو، وإذا حابين أي نقطة نحكي فيها أو نشرحها راح نحكي فيها إن شاء الله. وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، إن شاء الله كمان راح يعجبهم. المهم إحنا راح نحكي عن أهم المشاكل اللي بتواجهنا بالصيف. طبعاً بالصيف عنا أشعة الشمس بتكون كبيرة والحرارة عالية، فبشرتنا طبعاً حتعاني من أكثر من مشكلة. أهم المشاكل اللي حتعاني منها اللي هي زيادة الجفاف في البشرة، عنا ظهور البثور، وكمان زيادة إفراز الزيوت وظهور التصبغات في البشرة. طبعا عندنا بعض الحلول الطبيعية والمنزلية اللي راح نلتزم فيها ان شاء الله، وراح تساعدنا لحتى نقضي الصيف بكل راحة وما نحمل هم بشرتنا وايش المشاكل اللي حتواجهنا. الحرارة العالية بتأثر عنا وكتير على بشرتنا، وهي السبب الرئيسي في الجفاف في بشرتنا. طبعا عندنا الحلول، عندنا اكثر من حل. اول حل انه لازم كل يوم تحط على بشرتك مرطب الصبح والمساء، ضروري تلتزم بموضوع المرطب صباحا ومساء. هاي اهم نقطة. نقطة تانية عنا، ممكن نستعين بالترطيب الطبيعي للبشرة. لازم نعمل ترطيب مسائي كل يوم، يكون عندنا ترطيب مسائي، وانا حكيت في الموضوع هذا في الفيديو السابق، فيكم تشوفوه في القناة. انه احنا ممكن نستعين بزيت الزيتون او ماء الورد او الالوفيرا، جل الصبار يعني. وعندنا ممكن كمان نستعين بزيت جوز الهند. هذه الشغلات كثير مهمة، ممكن نستخدمها المساء قبل ما ننام. هاي راح تعطينا ترطيب لبشرتنا وتخلصنا من الجفاف اللي فيها. عندنا كمان شغلة كثير كثير مهمة، والكل يعني تقريبا كثير ناس بتغفل عنها، اللي هو انه نغسل وجهنا بمية ساخنة او نستحمى بمية ساخنة. هدول الشغلتين لازم نتجنبهم، لانه هما من الشغلات اللي بتعمل الجفاف، يعني من الشغلات اللي كتير بتأثر عنا على بشرتنا وبتعمل فيها الجفاف، فلازم نتجنبهم نهائيا. موضوع انه نتعامل مع المية السخنة على بشرتنا. كمان عنا شغلة انه احنا ممكن نستخدم رذاذ مرطب للبشرة. عندنا كذا نوع رذاذ، في ممكن نستخدم في شاي الكركديه، وممكن في نستخدم في فيتامين اي والشغلات هاي. بس انا اليوم راح احكي لكم شغلة كتير بسيطة اللي هي ممكن نستخدمها، اللي هو منقوع الرز. عندنا كيف بنستخدمه، ماء الرز زي ما بقوله، الرز العادي اللي عندنا من البيت بننقعه بمي لمدة ليلة، وبعدين بنصفي هاد وبنحطه في بخاخ، علبة بخاخ، وكل فترة من الوقت بنرش على بشرتنا، بتضل بشرتنا على طول فيها ترطيب. وبعدين يعني ماء الأرز كتير مهم، لأنه بيحتوي على النشا، إنه يعطي بشرتنا غير الترطيب كمان تفتيح. فانا نصيحتي يعني هاي شغلة بسيطة، في كذا طريقة، بس انا اخترت لكم هاي الطريقة، كتير بسيطة كتير سهلة ونتائجها حلوة كتير. عنا الحين راح نحكي في المشكلة الثانية، وهي مشكلة كمان كتير مهمة، اللي هي ظهور البثور في الوش. اول شيء لازم تحرص على انك تستخدمي المستحضرات التجميلية اللي هي اللي بتساعدك على انك تتخلص من البثور، بتكون تحتوي على احماض وعلى فيتامينات لتساعد بشرتك تكون احسن.
كمان طول ما انت عندك بثور في البشره ابتعدي خالص عن موضوع تقشير البشره عشان ما يسبب لك مشاكل او يزود لك في بشرتك المشاكل. عندنا شغله كمان مهمه عشان تتفادي ظهور البثور اللي هو تناول كوب زبادي كل يوم. هذه شغله كتير مهمه لانه عندنا الزبادي بعزز نمو البكتيريا الطبيعيه في الجسم اللي هي بتحارب ظهور البثور. البكتيريا الموجوده بجسمنا طبيعي هي اللي بتحارب، فالزبادي بشجع هاي البكتيريا فبقلل عندنا ظهور البثور. عندنا كمان بعض الاطعمه اللي هي بتحارب برضه ظهور البثور غير الزبادي. في عندنا مأكولات طبيعية اللي هو البطيخ من الشغلات المهمة جدا، الشاي الأخضر، عندنا كمان زيت الزيتون والحمضيات والخضار الخضراء. طبعا هن غنيات بالفيتامين وغنيات بالألياف المأكولات هاي، فهي مفيدة لجسمنا طبيعي ومفيدة كمان لبشرتنا ولنضارتها، مش كمان للبثور بس، هي مفيدة ل كمان للنظارة وبيعطينا إشراق للبشرة. طبعا كل الأكل بيأثر بشكل كبير، والتغذية من الشغلات المهمة جدا لبشرتنا، وحكيت أنا بفيديوهات قبل إنه من الشغلات الضرورية نركز عليها اللي هي موضوع التغذية، لأنه هو بينعكس كل ما كان مستوى التغذية عندنا منيح، مش الكمية اللي هو النوعية، قلنا انه نوعية الاكل يكون متنوع، يكون بيحتوي على جميع الفيتامينات والالياف والشغلات اللي جسمنا محتاجها، هذا بينعكس على بشرتنا وبيعطينا جمال وبيفتح عنا البشرة بشكل كبير. لهيك موضوع الاكل لازم تركزوا عليه كتير، وتركزوا على الخضروات والفواكه وزيت الزيتون والشاي الأخضر، هاي شغلات كتير مهمة. بعدين عندنا كمان ممكن تعملي بعض الخلطات اللي هي ممكن تخلصك من البثور. ممكن تشوفي في كل بشرة بناسبها خلطة معينة، بتستخدمي الخلطة الخاصة اللي انت بتحسيها مناسبة لبشرتك. عندنا المشكلة الثالثة وهي إفراز الزيوت في البشرة. طبعا احنا كتير ناس بتعاني من موضوع في الصيف، بصير عندها افراز للزيوت في وشها، وخصوصا الناس اللي بشرتهم دهنية. اول شغلة استخدمي الاوراق الجافة حتى تتخلصي من الزيوت في البشرة. لا تستخدم الاوراق المعطرة ولا اللي فيها سبيرتو اللي بنتخلص فيه من المكياج، لا تستخدميها، استخدمي اوراق جافة بس وجفف الزيوت. هذه شغلة. شغلة تانية مهمة احنا حكينا فيها هي موضوع المأكولات. عندنا المأكولات الغنية بفيتامين إيه مهمة جدا لأنها بتحد من إفراز الزيوت في البشرة، فلازم نهتم فيها. طبعا أهم شغلة مشهورة بفيتامين إيه اللي هو الجزر، وطبعا في مأكولات تانية خلنا نركز عليها لأنه عندنا بتقلل من إفراز الزيوت في البشرة. برضو ممكن نستعين بمستحضرات التجميل اللي بتحتوي على حمض السيليليك، وهو هذا الحمض مهم جدا وبيساعد على الحد من افراز الزيوت في البشره. ممكن كمان تستعيني بالمستحضرات اللي بتركز على حمض السيليليك، وهذا الحمض بيساعد على الحد من افراز الزيوت. وطبعا قلت قبل شويه عن المستحضرات ممكن نستخدمها لنتخلص من البثور اللي في وشنا، برضه حمض السيليليك كتير مهم، حكتب لكم اسمه ان شاء الله، حتلاقوا اسمه موجود على الفيديو، لحتى اذا بدكم تروحوا تشوفوا الصيدلية تعرفوا ايش في مستحضرات فيها هذا الحمض لحتى تستخدموها تتخلصوا من البثور ومن افراز الزيوت في البشرة. عندنا اخر مشكلة وهي التصبغات. التصبغات اللي بتظهر عندنا في البشرة في الصيف، انا حكيت في فيديوهات قبل وعندنا وصفات في الفيديوهات السابقة بتحكي عن موضوع اللي هي التخلص من التصبغات في البشرة. عندنا الخلطات الطبيعية هذه بتساعد جدا في التخلص، فإن راح إن شاء الله أسيب لكم الرابط الفيديو في الوصف، وراح إن شاء الله يكون على الشاشة عندكم فيديو كيف تتخلص من التصبغات تاعت البشرة.
عندنا كمان طريقة ثانية انه ممكن نختار المستحضرات التجميلية اللي بتحتوي على التينويد، هذا مهم جدا لانه بيحارب تصبغات الجلد وبيقلل من التجاعيد في البشرة والنمش. هذا يعني مهم جدا تستخدمي، ممكن تستخدمي فيك تروح على الصيدلية تشوف المستحضرات اللي فيها هذا الحمض وتستخدمي لبشرتك عشان تخلص من التصبغات، او طبعا مثل ما قلت لكم تستخدموا المستحضرات الطبيعية. طبعا في عندنا مستحضرات طبيعية كتير حلوة وكتير بتساعد بطريقة يعني ملحوظة في موضوع التخلص من موضوع التصبغات، وعندنا كذا طريقة في القناة، في طريقة الكركم وفي طريقة الزبادي والخيار، طريقتين هذول كتير مهمات وبتلاحظ الفرق فيهم يعني فوري تقريبا شبه فوري. إذا استمرت على هاي الخلطات بترتاحي خالص من موضوع التصبغات. وعندنا شغلة ضرورية إنه تضلي تستخدمي واقي الشمس بشكل يومي لحتى طبعا تحمي بشرتك ما يصير فيها أي حروق أو أي تصبغات. لهون بنكون وصلنا لآخر الفيديو تبعنا، إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا معنا، وطبعا مثل ما حكينا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشاركوا مع أصدقائكم، وإن شاء الله راح يكون عندنا فيديوهات تانية أجمل وأحلى، وراح نحكي كمان فيها عن شغلات جديدة، عن أحدث الموديلات، عن أي شيء أنتوا تحبوه. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات إذا في أي موضوع مهم بالنسبة لكم حابين نحكي عنه راح نحكي عنه، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية راح تعجبكم أكثر. يعطيكم العافية.